مرحبا، كيفكم؟ ما شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي سكتش كوميدي عن الأبنة جيب بالشتوية، كيف بيعود على العالم بالشتوية، وأبنة جيب كمان بالشتوية كيف بيعامل الناس. وكتبونا بالتعليقات بعد ما تشاهدوا الفيديو إذا في حدا هيك من الناس. أنا ما بظن في حدا هيك غير ليانا، يعني غير ليانا ما في حدا. كيلو ليه؟ واللي ما حط لايك حط لايك، مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد. بنحبكم، يلا نبدأ الفيديو. يلا شو هالبرد هاد، والله برد كتير. ما شاء الله، الله يبعث الخير. والله برد، خليني اشوف اذا في شوية حطب بشغل الصوبة. يا الله ما في غير هالحطبات، لان كل واحدة اكبر من الثانية. هدول ارامي ما بيشتغلوا هلا، خليها للشتوية لحتى تتلج الدنيا. هلا ما في برد غير شوي، خليها لتتلج الدنيا. احسن شي روح جيب احرام واتغطى فيه. ما احلى الدفى، من شو بيشكل احرام؟ هاد بدفي وذاك بدفي، خليها للشتوية الجاية. هاد بدفي ببلاش، هداك بدفي بمصاري. لا ندفى ببلاش احسن من المصاري، وخلي الحطبات لحتى تتلج الدنيا. بعدين مع هالحالة كل ما تطلع ايدي هيك بتصير كأنه أسكاية. بدي اتحرك، بدي امسك تليفوني، بدي قوم، بدي اقعد، بدي ضل هيك مخبية حالي تحت الحرام. احسن شي قوم حط كم حطبة بهالصوبيا وشغلها، وعمرين لحدا ينعت. يلا الله يعيني، كلهم كم عود، خليني احط هون وادفى احسن شي. شو بدنا نساوي؟ صح رح موت عليهم، بس يلا خليني شغل فيهم ادفى شوي. بدل خليهم لبعدين. الله يستر، مين جاينا بهالوقت؟ مين؟ شو بدكم؟ شو بدكم؟ جايين زيارة؟ طب دقيقة بس لألبس مشان افتح لكم. خليني اخبي الحطبات، انا بعرفهم هدول جماعة ابن نجيب. عرفوني اني شغلت الصوبية واجوا ليتدفوا عندي، بس يخرب بيتهم كيف عرفوا اني شغلت الصوبية؟ خليني اطفي الصوبية كمان مشان ما هنيكم. الله يوفقكم. إذا هيا شو بدكم؟ جايين تقعدوا عندي؟ ايه سكر ما في. ولا يهمك، جايبين السكر معنا. ايه شاي ما في. ولا يهمك، جايبين الشاي معنا. لكن شو جايين تعملوا؟ بس جايين نتدفى، فوتينا خلصنا. وحطب ما في. هلا فوتينا فوتينا. سكر الباب وراجي. وليش عذبتوا حالكم؟ ما في شيء من واجبك يا جارتنا، ما في شيء من واجبك، هذا كله من فضل رب العالمين. نحن بس جايين نتدفى، مانك شايف الدنيا مطر برا؟ اي والله اهلا وسهلا يا جيراننا. جارتنا مانك فردانة؟ لا والله، وين البرد؟ ليك الشمس طالعة، وين البرد؟ وين الشمس؟ الدنيا صب مطر. شمسنا ايه برا صب مطر، بس هون الغرفة مثل النار. ما عندك شيء تصير بيا بالصوبيا؟ قومي شغلي من الصوبيا. ما عندي حطب. لك حطوا فيي اي شيء، نايلو اي شيء حطوا فيي. ما عندي شيء حطوا فيه اصلا. قومي دبرينا لك حي الله. في هذا الحرام بدكم اياه تغطوا فيه، ما بدكم اياه قوموا افرقي لي. الحرام ما بدفي الحرام. قومي بدفي انا بدفي. لك ما عندي، رح جيب لكم الحرام. ما بدنا ما بدنا. شوفوا هذا الحرام ثقيل من ستي. الله يرحمها. من ستي؟ يا رقيقة كثير. لا ما عندي. ليكو انا رح اشلح ثيابي قد ما اني مشوبة. شو بكم انت؟ لا تفضلوا انت مفت. شو دخل الفلوسة كمان؟ قومي دبرينا اي شيء.
شو بدي احط لك بالصابية يعني؟ حي الله شو حطي. ما عندي شيء، ما عندي شيء احطه بالصابية. ما حلوة بحقك يا جارتنا، غطينا بحرام قومي شوفي لنا اي شيء. بس ما عندي شيء، ما صار ساعتين عم اقول ما عندي شيء. قومي شوفي اي شيء حطي، حطاب، نايلو، بلاستيك، اي شيء حطي، بس المهم ندفع. طيب انا شو بنقول اذا ضل عنا شيء؟ بس ما ضل عنا شيء. واخر شيء الصبح حطيت هون لكن ساعه اذا الصوب يا بردانه. يخرب بيتها والله حرام، فيها سكر وشاي جبنا لهن يا ما تستاهل. حق السكر كل سنة هيك 400,000. ما فشلتوا بعينكم تشوفون هالحطبات؟ شو بدي احط لهم؟ جايين يقعدوا عندي كأن الصبح مترني البرد وما حطيت هالحطبات. شو بدي احط لهم؟ شو بدي احط لهم؟ لقيتها والله، لخليكم تنقلوا على بيتكم ركض. قلتي لي بدك تدفي ما؟ أنا صباطة. هاد خليني أحطه والله هلأ. لخليكي خليكي تدفي على المنظر. أنا خرسيك هلأ لحطهم بالصابية وخليها يا قلتولي بردانين لك. لك أنا كم جار عندي مثلكم هلأ والله. لخليكم الصوبية بهب هذا، ما تشلحوا تيابكم، حاطة الحرام شيل الحرام. هلأ لخلي الصوبية مثل الفرن والله. رد نعرفك يا جارتنا صاحبة واجب. كيف لكن؟ هلأ لشغلكم الصابية سنة النار. لك هاي من أمتى صارت كريمة؟ أنا كم جارة عندي مثلك؟ هلأ إذا ما بتدعوني على هالدفايات بلاش اشتغل. شو هاد يا جارتنا؟ شو حطيت بالصابية؟ لك كان عندي كم أرمية شايفتهم للثلج، بس قلت ما بيرخص عليكم الغالي وحطيت لكم ياها بالصابية. ليش أنا كم جارة عندك؟ أنت صاحبة وادم ما شاء الله عليك. إذا بردانين برجع بجيب لكم هاي، عندي لسه كم وحدة. والله إذا في جيبي هلا يعني بترجع بيخلص الدور. إيه هلا بجيب لكم، عندي كتير كمان. الله يعطيك العافية. هاي رح تجنننا، من وين دب فيها الكرم فجأة؟ والله ما بعرف، الله يستر. لك يخرب بيتكم صارت الصابية مثل النار ولسه بدكم. هلا بحط الصبابيط، أنا بعرفكم ليش بدكم يعني نفق حطبي مشان بكره بالشغل يقعد اشحد منكم. لا والله ما حزرتوا، هلا كمان لسه في صباطين بحطهم بالصبي وانقلوا على بيتكم. والله بخليكم تروحوا حفيانين على البيت. بخليكم تروحوا مشي على البيت وبتكون بسم الله يعني اكثر جيبه. كيف هالدفايات؟ والله كثير ممتازين. يسلم ايديك يا جارتنا. كيف لك؟ انا كم جار عندي بدكم؟ اذا بدكم لسه بحاجه. لا 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 شكرا. حبينا رح اطلع بيت يا بيك رح اشلح. اذا بدكم نحط كمان لسه. لا 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 هون ما نقدر. عن جد خجلتيني والله، ما كنا بنعرفك هيك. الناس بتحكي عنك غير هيك. ايه الناس مو شاطرة غير بالحكي. مزبوط. ايه والله. انتو هلأ اذا بدكم بقوم بعملكم عشاء. لا لا, لا لا جايين نجربك نحن. لا والله ما عندنا لا عشاء ولا شيء، بس الصابية عنا خربانة فإنا ننزل نتدفى شوية. انا ما عندنا غير جارتنا. انتو بس قولوا لي بدكم تعوا لأعملكم البيت كله مثل الفرن، مو بس هي الغرفة، كله، مشان تعرفوا انه حكي العالم عليك كله كذب. والله العالم بتحكي كثير، واسفين اذا حكينا عليك كلمة غلط، يعني نحن ما كنا بنعرفك واللي ما بيعرفك بيجهلك. اذا بدكم هلا يعني بشغلكم الصوبية وبعملكم عشاء كمان اذا بدكم. لا ما بدنا والله، اكلين نحن وجايين، بس مثل ما قلت لك الصوبية يعني خربانة عنا، ان ما قلنا غير جارتنا. اذا بدكم نحط لكم بالصوبية، اذا بدكم نشغلكم اياها، واذا بدكم امور حابينكم اللي بدكم. هاي شو قصتها؟ مرة تقلعنا ومرة توجبنا. يقطع عمرهن عم قلعن وما عم يروحوا، بواطنوا خلصوا، شو بدهن بعد؟ يلا جارتنا بدنا نخليكم قاعدين. والله نحن مثل ما قلت لك لو ما الصوبية خربانة ما بنجي ولا شيء. يلا يا ابني. يلا بدك شيء؟ سلامتك الله معك. عيدوها ها؟ ان شاء الله. الله معكم عيدوها ان شاء الله. لك وين صبابيطنا؟ ما بعرف.
ما انتوا وين شلحتوه؟ ما لا يكون شي حدا فوتنا جوا لعندنا. لا يا زلمة مين بده يجي؟ اصلا ما حدا اجى لعندي. ركن مين بده ياخذهم؟ ما بعرف، يمكن الكلاب سحبوهن. يلا روحوا. الكلاب سحبوهن. شلون بدنا نروح؟ بدنا نروح على البيت. يا عادي روحوا حبيانين، انا ما بدي نروح على البيت. تشلحوا بواخن برا. يلا فرقوني بروحه طيبه. خلي الله لا يوفقك. هلا كيف بدنا نروح على البيت؟ لا تكون سرقتهم البواط لانه اجينا لعندك. لا بتكون حطتهم بالصوبيا ودفتنا على عسل. لك ايه والله، ايه والله كيف ما خطرت لي هاي. بتكون حطتهم بالصوبيا هاي من يوم يومها ما بتشغل بالحطب اللي عندها. هلا دفتي الكرم لانه نحن اجينا. نجيب قوم قوم. يكون انتهى الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبينا نعمل هذا السكتش الكوميدي عن وضع ابن نجيب بالشتوية. هلأ عرفتوا كيف وضع ليانا بالشتوية واللي بيجوا عليها حيوان. عم امزح معكم. ايه طبعا انا كريمة مو مثلة. يعني انا عم مثل عن اختي، دور اختي. ايه ما شاء الله. اللي ما حط لايك حط لايك. اللي مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. بنحبكم وانتظرونا بفيديوهات جديدة. باي.